اقترح بنهاية المحاضرة بعض التوابع اللي لها علاقة بالمصروفات الحالية للبعض. من الشغلات الحقيقة اللي فينا نحكي عنها أن المصروفات الحالية للبعض هي حالة الثلاثة المختلفية. الثلاثة المختلفية ممكن تأخذ الشكل اللي هو عبارة عن مصروفات من نمط الشهر أو حسب اللي نحن شايفينه أمامنا.
عدد العناصر
24 المعطيات الأعضاء تعرف ضمن ما يسمى
الإلهي بلا استثناء، والاستثناء إذا تتذكروا مفهوم الصداقة. لكن مفهوم الصداقة الحقيقة هو خاص، خلينا نقول في C++، يعني ما هو موجود مثلا في جافا. جافا ما عندي شيء اسمه صداقة. في شارب أكيد كمان ما في عندنا، أنا ما أذكر شيء اسمه صداقة. يعني هو عملية استثناء بحيث إنه غير أعضاء you
النعيمات يلي هو السليم. في المقابل هذا ليس له اي وسطاء. طيب ففي عنا الثاني الاول من نقسم الغرض عمليا تتحول الذات المحجوزه له. كل شيء محجوز للمتحولات والتوابع عمليا بتصير متاحه لاستخدامه ضمن برنامجنا او ضمن البرامج الثانيه الشغاله ضمن الحاسوب. Yeah.
بيكون في عندي مثلا نوع من العدادات التراكمية، فبحاجة إلى المنطقية الابتدائية بمكان ما. فهون يشد التابع الثاني الخلفة الأسطوعية حتى ما نتعامل أبدا مع قيم عشوائية. هذا إذا شفنا هلا هون التابع الثاني الافتراضي، وأنا هون حطيت له جوا مثل دبليو تساوي 10 و اتش تساوي 4، حطيت القيم الافتراضية من عندنا يلي هن 10 على العرض و 4 للارتفاع. طيب إذا كان له وسطة مثل الوسطة اللي قبله، بالحالة هي شكله بيكون وسيط واحد بنسميه باني عادي. أحيانا ممكن يكون عندي الوسيط للتابع الباني يكون عبارة عن عرض من نفس الصف، من الصفين، في الحالة هي تسميه الباني النافع. طبعا أنا ما حطيت هون مثال مع الباني الأول اللي هو الباني العادي، عرفنا وسيطين بيمثلوا عمليا القيم يلي بتتمرر يلي بتتمرر لحتى ال دبليو وال اتش ياخذوا قيم من هالوسطاء. فإذا عم نلاحظ شو التابع إنه على W تساوي W W اللي هو الوسيط، و H تساوي H H اللي هو الوسيط الثاني. التابع هذا كيف يتميز؟ مثل ما قلنا ما له وسطاء، اسمه كمان عندي نفس اسم الصف لكن قبل ما راح تتميز عن الثاني بالخط مادي. هلا انا فيني اسميهم هذول بطريقه ثانيه. خليني نشبه قصه الباني والهادي مثل لما تدخلوا مثلا على ابلكيشن مثل الوورد، لما تعطوا اليوزر كيماند فانتوا عم تفرضوا خط جديد دوكيمنت، شو بصير عندكم؟ بتلاقوا مباشرة تم إنشاء النافذة بأبعاد معينة، بتلاقوا موجود عندكم
طبعا ممكن يكون في عندي هنا صف ثاني نفس الاسم مثلا تابع تحت، انا ممكن اسمي بعده صفور تابع اسمه فريم لحتى نميزه عن بعض، فبحط هالشيء هذا. لان حتى ممكن يكون عندي تابع غير عضو في الصف في اي صف واسمه كمان تحت، فهنا طريقه التمييز بحط اسم الصف اربع نقط بعدين نقطتين وبعدين ريكت وبكمل. هلا عادة من المفضل
واي بصفة على الكوست نيم. التابع الثاني الثاني انا اعطابع كلمة كوست نيم. انا بطبع لنا الواي عم لاحظ انه طبع لي الويت 10 والهيت 4. يعني اخذ القيم الافتراضية اللي احنا حاطينها 10 والاربعة. طلبنا منه يطبع المساحة. فطبع لي الاستدعاء التابع. اريا من الغرض واي. Huh?
نمط معين إجباري لازم نكون إكس مع إس، لازم نكون في عندي إجباري في عندي شرط توقف اللي بيوصلني للحالة الحد هي اللي ما سميتها. إذا أنا حكي هذا مثل ما شفنا هي ملاحظة على شيء معين ما نرتدي. طيب هذا من 15
إذا كان بقصد هو
عنا الصفر. وبما أن ما عم لكن أي قيمة فطبعا الجواب الثاني هو الصفر. يجوز تقولي الاستدعاء الثاني 13-12 كان أسهل بإقامة شيء ممكن، بس المنهجية مثل ما نكون شايفين. طيب هذا الحديث هذا ماله غير وسيط واحد؟ يعني وسيط
و
عاضية هون حي ما في شيء اسمه عاضية. بس فور من الاي تساعد واحد اي افراد تساعد اثنين اي زائد زائد عم نطلع الاي وعم نطلع الان. شو وقت التابع الاي تساوي اي زائد اي يعني عم تنضرب اثنين وبعدين عم ينزل لواحد بالمقابل ان عم تتنقص بمقدار الاي. اخر شيء اطلع خمس حلقة الكنترول عم نطلع قيمة الان. عندي اذا استدعيت
24 يلي هي 2 قوى 10 ضرب 2 قوى 10 عطاني 20. يعني عدد المرات اللي تم فيها تنفيذ هالحلقة هي بحرف الأربعة تنفذت مرتين. تجمع طبعا لأنه عم نقسم على اثنين عم نقسم وعم نعمل الأعداد عم ينط ضرب اثنين ضرب اثنين. عم طلع عندي بهالحالة هي بحالة 2 قوى 20 فقط 20 مرة. لاحظوا طبعا أنا ممكن أعدل على هذا المثال ومع حالة وسطية ممكن أقول له هلا هون بدل ما أقول له هيك أقول له هلا هون غير لي شي رقم 6 و7. السبعة ضد 2 ضد 8 حالة 3
جمعنا القوى مع بعض 10 زائد 3 يعطيني 13. لاحظوا إلا خليني أعمل تعديل بسيط بس على الحالة الأخيرة. حتى كم حالة أبدأ منها؟ هي اعتبارا من 1024. Yeah.